بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، لا زلنا معكم في رحاب ليالي رمضان المباركة، ومع تفسير أسماء الله الحسنى. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر العلماء في بيان معنى الحديث: من أحصاها دخل الجنة، أي حفظها وعقل معانيها. ووصلنا إلى اسم الله تعالى الغفار، أي كثير المغفرة. والغفار اسم مبالغة من غافر، كما يقال غفور اسم مبالغة من غافر أيضا. الغفار والغفور أي كثير المغفرة. فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الكفر والشرك بالله عز وجل، والذي هو نوع من أنواع الكفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ويقول تعالى أيضا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. فالكافر لا ينال المغفرة، فلا يجوز أن يدعو الإنسان لإنسان مات على الكفر بالمغفرة، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق لا يتخلف بأن الكافر لن ينال مغفرة من الله. إنما الذي يغفره الله عز وجل ما دون ذلك، ما دون الكفر من الذنوب، مهما كانت كبيرة، كقتل المسلم بغير حق والزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك. من مات واقعا في شيء من هذا من غير توبة، ما كان تاب ومات على ذلك، هؤلاء قسم يغفر الله لهم فيدخلون الجنة بلا عذاب، وقسم يعذبهم في النار إلى فترة ثم بعد ذلك يدخلون الجنة لأنهم كانوا على الإيمان. أما من مات على الكفر لا ينال مغفرة الله عز وجل. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا التي هي دون الكفر، لأن الله أخبر في آيات أخرى أنه لا يغفر الكفر لمن مات عليه. فهنا المراد الذنوب التي هي دون الكفر يغفرها الله لمن شاء. ومن بركات الاستغفار، أي طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، ما جاء في الحديث الشريف: من لزم الاستغفار أكثر منه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فكثرة الاستغفار من بركاتها أن الله تعالى يوسع على الإنسان في الرزق،
ويمده بالأموال والبنين ويفرج همه ويوسع عليه ما ضاق به وغير ذلك من الفوائد. القهار من أسماء الله، معناه الذي قهر الخلق بقدرته سبحانه. كل المخلوقات مقهورة بقدرة الله عز وجل، من العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله حجماً إلى الذرة، هذا الغبار الذي يرى عندما يدخل ضوء الشمس من النافذة، ترى غبار في الهواء، هذا أصغر ما تراه عينك من حيث النظر بالعين المجردة، أصغر ما تراه. من العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله إلى هذه الذرة، كل هذه مقهورة بقدرة الله عز وجل وما بينهما يعني. فالعباد مقهورون بقدرة الله، قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. والعرش مقهور بقدرة الله، وهذا معنى الآية: الرحمن على العرش استوى، أي قهر العرش بقدرته. إذن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ أي أن الله قهر العرش بقدرته. لماذا ذكر الله العرش؟ لأنه أكبر مخلوقات الله. فيتفكر الإنسان إذا كان أكبر مخلوقات الله مقهوراً لله عز وجل، فمن باب أولى ما دونه من المخلوقات مقهورة لله عز وجل. ومن أسماء الله تعالى الوهاب، ومعناه كثير العطاء. فالله تبارك وتعالى ينعم على عباده من غير استثابة، أي أن الله تبارك وتعالى ينعم على عباده جوداً منه وكرماً سبحانه. ومن أسماء الله تعالى الرزاق، أي الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الدودة في باطن الأرض الله يوصل لها رزقها، حتى الطير في الفضاء الله تعالى يوصل له رزقه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. في الصباح الطير يخرج من عشه بحثا عن الرزق جائعا، ثم يعود آخر اليوم ممتلئ البطن. من الذي رزق هذا العصفور الذي لا يعقل؟ لا يعقل، لا يفكر. الله تعالى أوصل إليه رزقه. فلماذا أيها الإنسان تنغم وتنهم لأمر رزقك والله سيوصله إليك؟ إلى أينما ذهبت هذا الرزق الذي قسمه الله لك سيتبعك. بعض الناس تراه يبحث طلبا في الرزق والرزق آت إليه لا محالة، وتراه يعمل كأنه يفر من الموت والموت يطلبه لا محالة. لا ينبغي أن تفكر بهذا. قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: لما علمت أن رزقي لا يأكله غيري اطمأن بالي. لن يأخذ رزقك غيرك، كل ما قسم لك وأنت في بطن أمك يأتي الملك عند تمام 4 أشهر، عندما تنفخ الروح في الجنين يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ما ستناله من رزق مكتوب سيصلك، لو اجتمع الناس لمنعه من الوصول إليك سيصلك. فلا ينبغي أن تحزن وتنغم وتنهم، توكل على الله حق توكله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا
وتروح بطانا. ومن أسماء الله تعالى الفتاح، ومعناه أن الله تعالى يفتح لعباده من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلاً منه وكرماً سبحانه. أحياناً قد ترى أن الأمور ضاقت عليك، ثم فجأة تجد أن الله تعالى جعل لك مخرجاً، خرجت مما أنت فيه. تذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تذكر هذا الأمر، توكل على الله واتق الله في سائر أوقاتك وفي كل أحوالك، سترى أن الله تعالى سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك من مصادر أنت لا تحتسب ولا تظن أنه يأتيك منها رزق، يأتيك إليك جاهزاً. ولكن الأمر يحتاج إلى تقوى الله تبارك وتعالى. Dear brothers in Islam, while still explaining the perfect names of Allah subhanahu wa ta'ala, and we're up to the perfect name Al-Ghaffar, which means Allah subhanahu wa ta'ala forgives abundantly. Allah subhanahu wa ta'ala forgives all the sins that are less than blasphemy. As for blasphemy, Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive one who committed blasphemy and died as a blasphemer. Allah mentioned in the Quran, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا, those who blaspheme and committed injustice, لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ, Allah will never forgive them. That is when they die as non-believers. But if they repent before death and they embrace Islam by uttering the two testifications of faith, they will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. As for the sins other than blasphemy, Allah forgives for whomever Allah subhanahu wa ta'ala willed. As Allah said, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, what is less than blasphemy, Allah forgives whomever Allah willed. Some people might die amongst the believers, might die while committing major sins. They drink alcohol, they gamble, they commit adultery and fornication, and so on. And they die without repentance. What's going to happen to them in the hereafter? Some of them will be forgiven and will enter paradise without torture, and others will be tortured in hellfire for a period of time, after which they will be taken out of hell and be admitted into paradise. So some will be forgiven and some will be tortured for a period of time, but the non-believers will dwell in hellfire forever. There is a great merit in asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, which is called al-istighfar. Astaghfirullah, meaning you ask Allah Azza wa Jal to forgive you, and Allah forgives abundantly. So when you ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you, and you keep asking by saying Astaghfirullah, Astaghfirullah, and you mention this frequently, Allah subhanahu wa ta'ala will facilitate for you a way out of every calamity. And Allah will relieve you from your distresses, and Allah subhanahu wa ta'ala will grant you sustenance from sources that you never expect. Also amongst the perfect names of Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Razzaq. It means Allah subhanahu wa ta'ala is the one who provides everyone with the sustenance. Even the worm inside the belly of the earth, Allah subhanahu wa ta'ala provides it with its sustenance. Before you were born, your sustenance was written for you. So whatever you do in this life, you will get your sustenance. So you don't have to worry about it. It will come to you because Allah predestined that amount of sustenance for you in this life. It will come to you. You shouldn't worry. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if you were to rely on Allah Azza wa Jal
the proper reliance, Allah will provide you with the sustenance as Allah provides the birds. They leave the nest in the morning with empty stomachs and they come at the end of the day with full stomachs. Who provided these birds that do not have minds, do not think with their sustenance? Allah Azza wa Jal. So do not worry about your sustenance because it will come to you. Also amongst the names of Allah is Al-Qahhar. Al-Qahhar meaning the one who subjugated all the creations by his power. From the Arsh, which is the biggest of Allah's creation in size, to the small dust particle that you can see when the beam of light is coming through the window into your house, you can see in the air this small particle of dust. That's the smallest your naked eye can see. From the biggest creation, Al-Arsh, to that smallest particle and what is in between them, all of them are subjugated by the power of Allah Azza wa Jal. And this is the meaning of the verse, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, meaning Allah subjugated the Arsh by His power. Because the Arsh is the biggest of Allah's creation and is subjugated by Allah's power, one would ponder about the rest of the creations. And he will say, the rest of the creations that are smaller than the Arsh are definitely subjugated by the power of Allah. So Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa does not mean Allah is sitting on the throne, because sitting is amongst the attributes of the creations. Humans sit, animals sit. So it's non-befitting to attribute to Allah Azza wa Jal sitting, because that is classified as likening Allah to the creations. And Allah said in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, which means nothing resembles Allah in any way whatsoever. Also amongst the names of Allah is Al-Wahhab, the one who gives abundantly without repayment. Allah Azza wa Jal, without expecting any repayment from us, Allah Azza wa Jal gives us from the sustenance that we need in this life, gives us abundantly. Although it's not an obligation upon Allah Azza wa Jal to provide us with the sustenance, but Allah gives us abundantly. You find some people who do not pray, who are far away from religion, but they are still getting their sustenance from Allah Azza wa Jal. In this life, Allah gives the believers and the non-believers from the sustenance. But in the hereafter, the mercy of Allah Azza wa Jal is specific only for the believers. So one should not make his heart attached to the worldly pleasures. Rather, he should be thinking about working for the hereafter, being an obedient slave of Allah subhanahu wa ta'ala. And the last one for tonight is Al-Fattah. This perfect name of Allah Azza wa Jal means Allah Azza wa Jal opens for his slaves ways out of their calamities. Whatever they were struggling in achieving, Allah subhanahu wa ta'ala will facilitate for them ways to achieve their goals in this life. And this is out of the grace of Allah Azza wa Jal. One should rely on Allah Azza wa Jal and should not worry about the worldly matters. Let everyone's heart be attached to the obedience of Allah Azza wa Jal, and you will see that this dunya will come to your feet. But if you were to chase the dunya, it will run away from you. You keep chasing, chasing, chasing until one day you see the angel of death in front of you and you haven't gotten what you were looking for. That's why think about being an obedient slave of Allah Azza wa Jal. Don't worry about the dunya, and the dunya will come to your feet bi-iznillahi tabaraka wa ta'ala. We ask Allah Azza wa Jal to grant us the content in this life, not to make us greedy, looking after our desires, and make us amongst those who work hard for the hereafter. Ameen. And Allah knows best. Wallahu a'lamu ahkam.